بقى يا عم يا انا ستي. بقول لك تقعد معايا في شقتي. انا مش عارف العفريت ده بتطلع النهارده تتقدري منين انت؟ في ايه يا ابني بس مالك؟ الله يخرب بيت ابنك على بيت الكل كارير اهو. ليه بس في ايه؟ اهو اهو في ايه؟ تعالى هنا تعالى هنا ولا بحبك قوي. بتحبني ايه؟ هو بيقول بحبك قوي. ابني ابني وصاحبه شافونا شافونا يا ابني. خلاص شافوا ايه يا حاج؟ شافونا. انا نازله اول مره قعدت بام المنطقه دي. ازاي؟ انا كنت بشوف شقه هنا هشتريها والله العظيم هشتريها. وليه تشتري شقه حضرتك؟ انا ما الشقه موجوده. شقه ايه اللي موجوده؟ اللي هي شقتي حضرتك. مش هنتجوز يا ابني؟ زي نتجوز ايه يا امي؟ شفت مين ولا مين؟ انت يعني ايه مش فاهم؟ حرام عليكي. يعني دلوقتي انا اكبر من مين؟ ايه اكبر من مين يعني؟ انت اكبر من توت حاج امون. اكتر من اكبر من توت حاج امون. جان ليفون خستيديان وفرنساوي كمان. يا فؤاد ده بيعبدني يا عمي. ده بص ده بيقعد يقول لي كلام هنا تحت الشباك وبيعيط بالدموع. هو جايب لي الورده اهي. دموع دموع الندم. ابني موجود اهو. واحنا جاهزين وتحت امرك. جاهزين ايه تحت امر مين؟ انا ثلاث اوض قبلي وثلاث اوض بحري جوه. ولا ثلاث اوض ولا ست اوض ولا سبع اوض. ايه قصدك على ايه؟ على الشقه؟ ايوه حضرتك. جواز؟ ايوه يا واد. نو ليه نو؟ لا مش فاهمه. لا لا في ايه حضرتك؟ جواز ايه؟ انت بتورطيني. بورتك في ايه؟ لا 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 احنا بنحب لك الخير يعني. طب ده ايه؟ ترضاها على امك؟ ترضاها يعني؟ يا ستي ابعدي عني يا أنا ستي. انا بقول لك تقعد معايا في شقتي. انا مش عارف العفريت ده بتطلع النهارده تتقدري منين انت؟ في ايه يا ابني بس مالك؟ الله يخرب بيت ابنك على بيت الكل كارير اهو. ليه بس في ايه؟ اهو اهو في ايه؟ تعالى هنا تعالى هنا ولا